حيت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنيات على ما حققنه من إنجازات وإسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته. وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن ما تم تحقيقه من إنجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية ما بين اللجنة والمنظمات النسوية والحقوقية والمؤسسات العامة والوطنية الرسمية والأهلية، مدعومة بإرادة سياسية ورعاية واهتمام ملكي متواصل. كما وأكدت استمرار العمل مع شركائها وبذل المساعي لتذليل العقبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية. وحيت شؤون المرأة الجهود الحثيثة والمتواصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار على غزة ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء في غزة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هنأت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نيوروسات الأرض المقدسة وفلسطين المرأة الأردنية لدورها الرائد في خدمة المجتمع والوطن. بهذه المناسبة بحيي كل سيدة وكل امرأة وكل فتاة عاملة، طالبة، أم، تيتا، جدة، بحيها في هذا اليوم وبتمنى لها يا رب حياة مليئة بالإنجازات، بالتميز، بالعطاء الدائم والصحة أيضاً وتحقيق الأماني والأحلام. كل عام نحن منحيي المرأة من خلال إنجازاتها وعملها وتميزها وطموحها اللي وصل لأبعد الحدود، بحيث إنها تكون وزيرة، تكون نائبة في البرلمان، تكون أم، تكون جدة، تكون ربة بيت، تكون عاملة في المصانع والمعامل والمكاتب والمؤسسات والبنوك والشركات إلى آخره. المرأة نعم بالأردن نالت حقوقها ونالت مراكز وتبوأت أيضا إدارة شركات ومؤسسات وأثبتت جدارتها وأثبتت ذكائها في هذه الإدارة، في إدارة المؤسسات. فأنا بحييهم وبتمنى على كل امرأة أنها تطلع على نفسها كسيدة أنها قوية وقادرة أنها تقود سفن ومراكب، مراكب الحياة نحن بنحكي، قود أسرتها أيضا لأنها تكون تحقق أمانيها وطموحاتها وطموحات بلدها وطموحات عائلتها وطموحاتها الشخصية أيضا. الوضع مأساوي ومؤلم، نحن عارفين هذا الشيء، لكن إحنا من هذه الكلمة ومن هذه التحية بدنا نعطي رسالة للمرأة في فلسطين وبالأخص في غزة إنه نحن معاكي وشاعرين في ألمك وشاعرين بمعاناتك ومأساتك، لكن أنت قادرة إنك تصمدي وتتقوي وتقودي أسرتك وعائلتك ووطنك أيضا، تحققوا النصر إن شاء الله القريب اللي بنتمناه يا رب.